مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض تحضير بسكوت اقتصادي وسهل وسريع وما بياخد مننا وقت بالتحضير، ولجميع المناسبات عن جد بنصحكم تجربوا هيدا البسكوت، بفات فات وكتير كتير روعة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا 120 جرام زبدة، يعني 3 معالق طعام ملانين زبدة. بحط فوق رشة ملح صغيرة، كمان بخفقهم مع بعض. بحط 3/4 الكوب سكر بودرة، بخفقهم مع بعض كمان. بس نخلطوا منيح، هلا بدي احط فوقهم البيكنج باودر نص ملعقة صغيرة. نص ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو باودر، ما في أي مشكلة. بيضة، ملعتين طعام كاكاو، خلطهم مع بعض. حط كوب ونص طحين، كوب ونص، حطينا كوب ونص طحين، كمان برجع بخلطهم مع بعض. انتهينا من عجن العجينة، هلا بدنا نكفي انا وياكم. بعد ما حطيتهم بكيس الكريمة، هلأ بحطهم على ورقة الزبدة. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. رح أعمل هيدا الشكل ورود، نبعدهم شوي عن بعض. طريقة بسكوتي كتير كتير سهلة وسريعة واقتصادية، ما بتاخد مننا وقت بالتحضير ابدا، يعني تقريبا بنحضرها بحوالي 5 دقايق تحضير العجينة.
هذا البسكوت اللي عم بعمله بينفع على جميع المناسبات. بس حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بحطهم بالفرن. هول البسكوتات اخذوا بالفرن 5 دقايق وفينا نفتح الفرن لنشيك عليهم، ما في اي مشكلة. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بشيلهم بحطهم بوعاء. هول البسكوتات بعد ما بردوا بحرارة الغرفة، هيدا شكل النهائي. بحطهم بصينية او بمطبقية باي شيء. بتمنى البسكوتات اللي عملتهم انا وياكم تكون نلت اعجبكم طريقتهم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.